السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناة عبد وجدي يوتيوب لأحوال الطقس. إذن الكثير من الأسئلة طرحت الأيام عبر قناتنا فيما يخص الاضطرابات القادمة. هناك بإذن الله تعالى اضطرابات عديدة بداية الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، السبت 18 من شهر أفريل 2020، عدة اضطرابات وسلسلة من الاضطرابات الجوية، منها الأطلسية ومنها إن شاء الله الصحراوية، إن شاء الله المدارية، التي إن شاء الله قد تعطي أمطار غزيرة معتبرة وشاملة. إذن نستبشر خير متابعينا الكرام ونبشر الجميع إن شاء الله بعودة الأمطار إلى كل المناطق الشمالية للجزائر، المناطق الغربية الوسطى والشرقية، منها أمطار غزيرة ومعتبرة إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله. أيضا الأسبوع القادم إن شاء الله يحمل تقريبا في طياته الكثير، وأمطار غزيرة معتبرة وغيث نافع إن شاء الله لكل المناطق الصحراوية إن شاء الله، التي ستشملها إن شاء الله أمطار غزيرة وأيضا معتبرة نتيجة لصعود إن شاء الله سحب مدارية صحراوية إن شاء الله ذات رطوبة عالية حسب ما تشير إليه النماذج. إذن سنوافيكم إن شاء الله بجديد هذه السلسلة من الاضطرابات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.